شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. مساء الخير فرانسي. مساء الخير دكتور سيمرمان. ايه الاخبار؟ راو سامحون بتقول ان الامه اصبحت لا تطاق. وهي اخبارها ايه؟ اللي انا متاكد منه انها ما نامتش طول الليل وما كفتش عن البكاء، وان كانت بتحاول اخفاء الحقيقه دي. هيلين هانس، خفف الامه ارجوك، خفف الامه. كيف حال الهير سامحوني الآن؟ ألامه فظيعة، رهيبة فرانس، رهيبة. هانس، أنت جيت أخيرا. إزاي حال الأسد العجوز؟ بيتألم يا هانس والألم مروعة. حالا حيزول الألم. أنا مش من سنتين كنت اتبرعت بنص مليون مارك علشان أبحاث السرطان. تمام يا ديفيد، تمام. طب عملتوا إيه بالفلوس دي؟ ليه مش بتحاولوا تخففوا ألم الناس؟ يا هانس. مورفين تاني يا هانس. يزار اني بقيت مدمن. تفتكر يا هانس الحقنة دي هتعمل حاجة؟ اكيد. يزار اني هروح العالم الاخر وانا مدمن. طب هقول لهم ايه هناك؟ هترتاح حالا، هترتاح. فاضل كتير؟ هيزول الألم حالا. قدامي قد ايه؟ ديفيد. هيلين يا هانز، هيلين والأولاد هبعتهم لك حالا. هيلين يا هانز من فضلك، انت عارف ان مفيش وقت. هيلين بسرعة يا هانز، بسرعة. انت بتودعني يا هانز. ساعات لست ساعات بالكثير. هتجيب الأولاد من المدرسة؟ أنا بفضل تجيبي له حخام. والولدين؟ هيلين الساعات اللي جاية هتبقى مؤلمة جدا جدا بالنسبة له. أنا بفضل الأولاد ما يشوفوش أبوهم في المرحلة دي. ابقي هاتي الأولاد بكرة. للأسف الأمر خرج من إيدينا. هيلين، رغم حزنك اللي أنا حاسس بيه، لأنك لازم تعرفي إيه اللي هيحصل في الساعات اللي جاية. هيتألم أكتر؟
مرضى السرطان بيصابوا بحالة غيبوبة طويلة قبل الوفاة. يعني مش هيتعزم. اللي أنا أقصد أقوله إنه قبل المرحلة دي بيبقى فيه مرحلة هزيان. هزيان؟ خصوصاً مع اللي ألمهم شديدة زي ديفيد. اطلعي دلوقتي هو محتاج. وإذا جالكوا أصدقاء في إسرائيل يستحسن نبلغهم من دلوقتي. الأسماء والتليفونات عند فرانك. فرانس. لا. فرانس ممكن يتصل بتل أبيب بأصدقائه، لكن في صديقة أحب إنك أنت تبلغها بنفسك. وقع الصدمة هيكون عنيف جدا عليك. هي مين؟ سيرينا أهاروني. سيرينا أهاروني؟ تليفوناتها مع فرانس. اطلعي يا اطلعي. دكتور يؤمر بحاجة؟ يظهر يا عزيزي فرانس ان احنا هنبلغ اصدقائه في اسرائيل. فين الولدين؟ الأفضل إن احنا نجيبهم بكرة من المدرسة. مش هيلحقوني. ديفيد حبيبي. افتحي. افتحي الستائر يا هيلين. عايز أشوف الدنيا. قبل ما امشي افتحي الستائر. يا جنرال كنت محظوظ اني قابلتك، ومحظوظ اكتر اني حبيتك. لا يا هيلين، انت عارفه اني انا ما بحبش الدموع. لو انت بتتقلب بتغازل. المصريين عندهم مثل دايما بيقولوه، يموت الزمار وصابة بتلعب. تعالي يا هيلين قربي، انا عاوزك. فرولاين جوتر، فرانز بيتكلم. يبدو ان النهاية قربت. دكتور سيمرمان هنا وطلب مني ابلغ اصدقاء هير سامحون في اسرائيل. وايه اخبار فراو سامحون؟ انت هتبات في بريمن الليلة؟ اوكي، انا وأولجا في انتظار مكالمة منك. شكرا فرانز. النهاية قربت.
مسكينة هيلين، مسكينة. بلاش تتكلم، بلاش تعمل مجهود. أنا مش عاوزك تحزني. متتكلمش، كل واحد فينا لميعاد محدد بالثانية، أول ما ينادوا عليه يروح، ما يقدرش غير إنه يلبي. بس أنت لازم تقوى، لازم. ما بقتش عاوز. القلم رجع، رجع. الولدين، ولادي، لازم يعرفوا ان ابوهم ما كانش انسان عادي. عارف هما قد ايه بيحبوك. اسمعيني يا هيلين، خلاص ماتش في وقت. انا خلاص ماشي. يعني اطلب الحخامة. هو ده اللي انا عاوز. عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ انا اللي زيي مش محتاج حخام. طول عمرك متدين؟ أنا مش يهودي. حاول ترتاح، ارتاح. أنا مش بازي يا هيلين. ديفيد. واسمي الحقيقي مش ديفيد. الولدين، ولادي، لازم يعرفوا حقيقتي، حقيقة أبوهم. أنا مش يهودي ومش إسرائيلي زي ما أنت فاهمة. أنا مصري، مصري ومسلم. حاول ارتاح، ارتاح يا حبيبي، ارتاح. ده مش هذيان يا هيلين، مش هذيان، صدقيني. اسمعيني كويس، انا واعي لكل كلمه بقولها. عشانك وعشان الولدين. اسالي عني جهاز المخابرات المصري. بلغيهم اني مت. علشانك وعشان ديفيد، هزعل كده ديفيد.
أنا جاي حالا جاي حالا. خلاص هيلين هتكون محتاجة لنا جنبها دلوقتي. روحي لها انتي وانا هخلص شوية حاجات وحصل. الو اولجا امتى؟ شيء محزن فعلا. شكرا اولجا. بلغت الخسائر 17%. اعلنت الشركه افلاسها. غالباً سيجتمع الدائنون يوم 19. مساء الخير يا عزيز. لا ابدا، بس انا عندي لك خبر محزن. 313 تعيش انت. طب انا جاي على طول. هو بالظبط يا فندم. ده عايز تعرف عنه ايه؟ كل حاجة. كل حاجة يا فندم، كل حاجة. 313 ده نصاب. انهي العملية ورجعه مصر. أنا عايز أخويا. هاتولي أخويا. هاتولي رأفت. عارف انت عاوز تعمل ايه يا عزيز؟ عارف. ده ضد كل القوانين والاعراف اللي معمول بيها في اي جهاز مخابرات في الدنيا. ما هو لازم حد فينا يكون جنبه وهو بيتدفن. ممكن سالم الشرباجي يحضر الجنازه بشكل او باخر وهو عايش في هامبورج بقاله كام سنه. انا فكرت في ده، لكن لا لا عزيز، ما هو مش معقول رأفت الهجان بعد 20 سنه عاش في اسرائيل وادى مصر كل حياته يتدفن من غير ما حد يصلي عليه صلاة الجنازة. مش معقول ومش ممكن. عزيز الجبالي مش ضابط صغير عشان يقوم بمغامرة خطيرة بالشكل ده. الغريبة انه مصمم يروح بنفسه. علاقتهم ببعض دامت سنين مش كده؟ 20 سنة. وانت رأيك ايه؟ انا رأيي ان عزيز قادر على تقدير موقفه. ايوه بس ده ضد قوانين الامن. عشان كده انا بقول اننا لازم نعمل مؤتمر. خلاص اعملوا مؤتمر، والقرار اللي هتاخدوه انا موافق عليه. الحجج دي كلها عاطفية. صحيح ان رأفت الهجان خدم البلد وداها عمره، انما الفكرة تبدو محفوفة بمخاطر بلا حدود. انا حطيت خطة تبعد اي نوع من انواع المخاطر. ما تنساش يا عزيز ان رأفت ده كان شخصية اسرائيلية مرموقة. ما اعتقدش ان انا ممكن انسى حاجه زي دي. انا مش قصدي، انا اقصد ان في احتمال ان شخصيات اسرائيليه معروفه ويمكن مندوبين على مستوى رفيع ممكن يحضروا الجنازه. انا ما تهمنيش الجنازه. امال يهمك ايه؟ ان حد فينا يصلي عليه. رأفت عاش مسلم ومات مسلم، ده حقه علينا، حقه على البلد. هو في مشكلة لازم نتأكد منها الأول.
هي ايه يا فن؟ يا ترى مراته عرفت حاجة عن شخصيته الحقيقية؟ أنا أقدر أأكد لسيادتك إنها معرفتش أي حاجة لحد اليوم اللي مات فيه. إيه اللي يخليك تتأكد من حاجة زي دي؟ أولاً تقارير المتابعة اللي أكدت إن هيلين سامحون كانت في حالة طبيعية جداً لحد يوم الوفاة. ثانياً رأفت نفسه. هو ده رأفت الهجان. يفضل احتمال انه قال لها يوم وفاته؟ الاحتمال قائم طبعا. طيب الخطه اللي انت حطيتها محتاجه الوقت قد ايه؟ انا بعت رساله شفريه لسالم الشرباجي في هامبورغ عشان يبدا التنفيذ. جهزت الباسبور؟ جاهز من نص ساعه. والعمله صعبه؟ انا هطلع على حسابي، مش لازم الدولة تتحمل مصروفات علاقة خاصة. طب الجنازة امتى؟ غالبا بكرة. حجزت التذاكر؟ انا ممكن اوصل لدوسلدورف الساعة 4 العصر، ومن هناك اخد طيران داخلي لحد هامبورغ، ودي ممكن اوصل لها في حدود الساعة 7 مساء، وسالم هيكون في انتظاري. والطيارة هتقوم الساعة كام؟ بعد 2:40. وبالشكل ده سيادتك تقدر تصلي عليه صلاة الجنازة وانت مطمئن. عظيم. انا قلت انه من الافضل ان سيادتك تنزل عندي بعيد عن اللوكندات احسن. كده افضل. ودلوقتي ادخل نام لك كام ساعة لانك هتصحى بدري جدا. كل حاجة جاهزة؟ كل شيء تمام، رغم ان اللي سيادتك طلبته وفي المدة البسيطة دي كان مستحيل بكل المعاني. ده صحيح، لكن بالنسبة لك انت يا سالم مفيش مستحيل. تفتكري ايه تفسيرك للحالة اللي فيها هيلين دي؟ في الاول انا قلت عندها انهيار كامل، لكن مش عارفة اقول ايه بالظبط. انا من ساعة ما شفتها امبارح بعد الوفاة بساعة كانت فيها حاجة غريبة محيراني، حاجة غير الحزن. عاوزة تقولي ايه؟ سيرينا، انت عارفة ان هيلين صديقتي من قبل ما تعرف ديفيد بسنين طويلة. ديفيد حكى لي كل حاجة. هيلين حزينة جدا، كلنا عارفين هي كانت بتحب ديفيد ازاي وقد ايه. هو كمان بالتأكيد. مع الحزن في حاجة غريبة يا سيرينا، حاجة غريبة. حاجة زي ايه؟ مش عارفة، مش عارفة ومش قادرة اتكلم مع حد. ولما عرفت انك جاية وعرفت انك صديقة ديفيد قلت اكيد حلاقي عندك تفسير. وليه ما سألتيهاش؟ سألتها طبعا. وقالت لك ايه؟ ما قالتش حاجة، بصت لي بصة غريبة، عينيها كانت تايهة زي ما تكون مش عارفة لازم تعرفي ان حياة المرحوم ديفيد ما كانتش حياة عادية بكل المعاني. هو كمان ما كانش انسان عادي. انا خدت من وقتك كتير وانتي لازم ترتاحي. الجنازه الساعه كام؟ ما تقلقيش، هبعتلك العربيه الساعه 7:30. تصبحي على خير. تصبحي على خير. أكيد هتصل بيكي دايما، وأنا يعني ليا من غيرك في إسرائيل. يا ترى تل أبيب هيبقى شكلها إيه من غيرك ديفيد؟
انا اللي مش عارف الدنيا هيبقى لها طعم ازاي وانت بعيد عني يا سيلينا. هيريت شيفر، انا مش محتاج اقولك ان المساله على اكبر قدر من السريه، لانك بالتاكيد عارف اليهود ومذاهبهم وطقوسهم الدينيه. سيدي، انا ثقتي في فرانز مدير بيت المرحوم ديفيد شارلي سامحون لا حد له، فوق ان ولاؤه للمرحوم ديفيد شارلي سامحون كان عظيم. ويا ترى هو فهم المساله؟ بالتاكيد، لانه عارف ان المرحوم ديفيد شارلي سامحون كان متدين للغايه. تصور امبارح بالليل وانا بقول له ان المرحوم ديفيد شارلي سامحون كان بيتبع مذهب معين في الديانه اليهوديه، قال لي انه عارف. عارف؟ المرحوم ديفيد شارلي سامحون كان مهتم بعلم الاديان. علم الاديان؟ كان دايما يشوفه وهو بيقرا في كتاب المسلمين المقدس. وعرف ازاي ان ده كتاب المسلمين المقدس؟ في يوم سال فراو سامحون، قالت له ان الكتاب اللي كان بيقراه المرحوم ديفيد شارلي سامحون هو القران. ايوه اسمه كده، القران. انا واثق، وانا برجو ان نيافه الحاخام هيلاقي كل مساعده منك ومن فرانس. انا فهمته ان المذهب اللي كان المرحوم ديفيد شارلي سامحون بيتبعه في الديانه اليهوديه له طقوس خاصه وصلوات معينه، وان احد اصدقائه من حاخامات اليهود وصل مخصوص من اسرائيل علشان يقيم عليه صلواته. وفهمته ان الحكايه دي لازم تكون سريه تماما، واحترام الاديان والعقائد الدينيه لازم يكون في المقام الاول من تفكيرنا. عظيم. وانا بصفتي مساعد للهيرجنشر اكبر حانوتي في مدينه بريمن تعرضت لكتير من الاسرار في حياه اسر مدينتنا، والكل يضع ثقته في شخصي تماما. عشان كده سوف تنفح مبلغ محترم من المال عندما تتم المهمه على خير وجه ودون مشاكل. هو نيافه الحاخام جاهز؟ بعد دقايق هيحصلك في السيارة وأنا حكون في انتظاره. نزل. كل حاجة هتبقى آخر تمام. وانت هتكون فين؟ على بعد أمتار منك. طب يلا بينا. هو سيادتك متأكد إن كله تمام يا فندم؟ أيوه. هو سيادتك عرفت ديفيد من زمان؟ 20 سنة. شفته كتير؟ شفته أيوه، لكن هو ما شافنيش. دي أول مرة نتقابل بعد 20 سنة. عشتهم معاه كل لحظة في حياته، كل ثانية في عمره، سواء في مصر أو في إسرائيل. لكن أنت إزاي تسألني سؤال زي ده؟ مفروض إنك عارف إن حزن عليه مخيف يا سالم. أنا أكتر واحد عرفته، ورغم إنه ما شافنيش ولا مرة، لكن كان عارف إن أنا هناك. كان دايما بيطالب إننا نتقابل. رأفت كان بطل، بطل من نوع فريد. قمة بطولته
في موته بعيد عن بلده. صباح الخير يا فرانس. صباح الخير يا شفر. هل هذا هو السيد؟ رجل دين تقي لم يكف عن الصلاة منذ ركب السيارة حتى هذه اللحظة. كل شيء جاهز. كل شيء جاهز. تفضل يا فتح الحاخام. مش محتاج اقول لك بلاش تزعج فلو سمحون. تفضل يا فتح الحاخام. انت شربت قهوة الصبح؟ انا ما شربتهاش. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شايفة إن ده أمر طبيعي، مفيش فيه أي غلط. فراس سمحونتك متعلقة بالهير سمحون بشكل غير عادي. صباح الخير فرانس. صباح الخير فرولين هوفمان. في جديد النهاردة؟ لا جديد. لسه في قط المكتب؟ ومش عاوز اي حد يزعجها. مش يهودي ومش إسرائيلي زي ما انت فاهمة. أنا مصري ومسلم. هيلين، ضعي ثقتك فيه. هيلين، ضعي ثقتك فيه. في مين يا ديفيد؟ في مين؟ اسألي عني. جهاز المخابرات المصري. لحظة من فضلك. ما
ادخل. صباح الخير فراو سمحون. صباح الخير اولغا. انا اسفه ما قدرتش اقطع عليك خلوتك، لكن فراو اهروني وصلت وفي انتظارك تحت. والاولاد في اوضتهم ومعاهم ليندا والمربيه. والضيوف كلهم عارفين بميعاد الجنازه بالظبط. والعربيات هتكون عندهم في الميعاد. في كم واحد وصل من اسرائيل؟ 7 غير فراو اهروني، منهم 2 مندوبين عن الهيستدرات. في اي حد غير افراد الاسره؟ مدير شركه ادرياتيك للسياحه وصل من روما حوالي نص الليل ورفض اي نوع من انواع الضيافه وقال انه عارف البيت كويس. انطونيو سانتيني والحنوتي بلغنا بكل رغباتك. وانا سالت فرانس دلوقتي عن اللي تم، قال لي ان مساعد الهير جينشر موجود بنفسه دلوقتي عشان بعض الترتيبات النهائيه قبل الاصدقاء ما يودعوه. اوكي اولغا انا نازله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. نويت أصلي صلاة الجنازة. الله أكبر. حلم. سيرينا. سيرينا. صاحبك يسرع بالله عليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مع السلامة يا رافت. لعل نيافة الحاخام انتهى من صلواته. الحمد لله. الحمد لله. أنا كنت حريص جدا إن محدش يزعج نيافة الحاخام. شكرا. وأحب أقول لنيافتك إن بعض مواطنيك وصلوا من إسرائيل حالا
ويقال إن فيهم وفداً رسمياً جاء لوداع الفقيد. أكيد. الفقيد كان رجلاً عظيماً. تفضل، تفضل نيابة الحاخام. وداعا لابن، وداعا لحبيبي، وداعا يا احب الاصدقاء. فراو سامحوني، لعلنا لم نلتقي من قبل، فلم يسعدني الحظ أن ألقاك في إسرائيل، ولكني كنت شريكا للمرحوم لفترة طويلة، ولا زلت صديقا له حتى الآن. السيد جدعون شبته، عضو الهستدرات، ورئيس الوفد اللي جاي يودع المرحوم. أشكركم على حضوركم، وعلى تحملكم مشقة. لم يكن العزيز ديفيد شخصية إسرائيلية عادية، بل كان بالنسبة لوطنه ومواطنيه بطلاً أعطى منذ شبابه الأول الكثير، بل ربما أعطى كل شبابه من أجل إسرائيل لكي تقوم ولكي تبقى. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.